اللهم ارحم إخوتنا في سوريا، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وسدد رميتهم. اللهم يا رب لا فارج من الهم ولا كاشف من الغم إلا بك ومنك. اللهم إنهم يستصرخون الأمة والأمة في سدر غافلون. اللهم إن إخوتنا في سوريا من شبابها ونسائها وأطفالها تقطع أوصالهم، وأمة المليار مسلم أو يزيد تتداعى عليها الأمم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها، فخيرهم هو الساكت وشرهم هو المتآمر. نسألك رب، نسألك يا من نصر الأقل من أصحاب النبي في بدر على الذين خرجوا بصلجانهم وقوتهم يحادون الله ورسوله ويصدون عن سبيلك، فنسألك يا الله يا مولانا إنك إن تهلك تلك العصبة في الشام، وقد مدح النبي الشام وأهل الشام، فإننا نخشى أن لا تعبد في الأرض. يا ربنا يا ربنا، في فلسطين هم رأس الحربة في مواجهة أعداء الأمة، هم العرق المابل في الأمة وحدها، تخلى عنها العرب وتخلى عنهم الجميع. يا رب يا رب، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، يا ناصر الأحباب، انصر إخواننا انصر إخواننا انصر إخواننا. عليك بأعداء الملة، لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية، ولا تحقق لهم في الدنيا غاية، ولا تجعل لهم أو اجعلهم لخلقك عبرة وآية. اللهم صل على الحبيب محمد. أولاً أقسم بالذي فطر السماوات والأرض لأنتم أحب إلي من نفسي. شباب المؤمنين والمؤمنات هم أحب إلى قلبي من أبنائي ومن نفسي، لأنني أرى فيهم الأمل في هذا البلد، وأرى فيهم إن شاء الله تعالى من بعيد مواكب النور والخير. أرى فيهم نبوءة الحبيب عليه الصلاة والسلام. طائفة من أمتي لا تزال حاملة الراية الحق، فلا يضرها من خذلها ولا من خالفها، لا يضرها من خالفها في الرأي، ولا يضرها من خذلها وهي في الميدان وأسلمت الإخوة في حرب العقيدة وحرب القيم، لا يضرها، لأنها تعلم أنها متصلة بالله، متصلة بالناصر النصير الذي إن نصرته نصرك، الذي يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، متى صدقت في اتصالك به وصرت عبد الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، إنه جند الله وما يعلم جند ربك إلا هو. ولذلك فأنا أستبشر لهذه الوجوه النيرة من شباب فضاء الجامعات الذين آلوا على أنفسهم أن يحملوا على أكتافهم أمانة تغيير هذا الواقع الأسن التي أصبحت الجامعات المغربية تعرف به في الداخل والخارج. نريد من هؤلاء الشباب ليس صراخا فقط وليست شعارات فقط، إنما نريد إن شاء الله تعالى مناهج وبرامج ومشاريع عملية على الأرض، من أجل أن تدخل الدعوة إلى فضاء الجامعة ليعبد الله في الجامعة. نريد أن يعبد الله في الجامعة. يا شباب الأمة، إن مثل الآن ومثلكم في هذا الوقت كمثل رجل في سفر يخترق البيداء تحت وهج الشمس، وما خلقنا الله تعالى في الدنيا إلا لابتلاء، فأصابه الإعياء والجهد، ثم نظر من بعيد في هذه الرمال المترامية فرأى هنالك واحة فيها الماء والخضرة والضل، ذهب إليها
ليفيء هناك. أنتم في هذه السحار من الفساد، في هذه البيداء المترامية الأطراف من الغفلة، أنتم بإذن الله واحة الإيمان، إليه يفد إليكم كل محترق القلب الذي يحترق قلبه على مستقبل الأمة. أنتم واحات الإيمان، واحات الإسلام، أنتم أمل الأمة، أنتم من يحرك من يتحرك للدين. سبحانك رب سبحانك، حينما أقرأ قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. هو الآن في الصحراء يمشي يهرول، والشمس التي أغرقته في عرقه فسال الماء مغزارا، ثم جفت عروقه واحتاج إلى الماء. لا يفكر من احتاج إلى الماء إلا للماء. أولوياتنا الماء، أولويات الأمة العطشة روحيا الماء، الوحي الإسلام. فصار يبحث في مناهج الغرب، علمانية شيوعية راديكالية، يبحث عن منهاج يستنقذه من شقاء الروح وشقاء النفس وشقاء الدنيا وشقاء المادة وشقاء المعنى، فيبحث ويجري ويلهث، ثم بعد ذلك يتراءى له هنالك شعاع من الشمس في البعيد، وإذا بالصحراء ورمالها تعكس ما يشبه الماء، وإذا به يستمر مسرعا نحو الماء، فيجري ويجري ويزداد عطشا كلما جرى. إن بذل الجهد يتطلب منك أن تسيل ماء جديدا، لا بد لك أن تسيل ماء جديدا. فإذا وصل إلى ذلك وجده كسراب بقيعة، سراب يحسبه الظمآن ماء، يظن أنه يجد هنالك ما يروي عطشه ويذهب ظمأه، حتى إذا جاءه وصل إليه، وصل إلى العلمانية. حكمتنا العلمانية فما أطعمتنا من جوع، وما حررت لنا أرضنا، وما دفعت عن عرضنا 50 سنة ونحن نشتر عياذا بالله إقصاء الإسلام من المعركة. فماذا جربت جنت الأمة؟ ما الذي جنته هذه الأمة حينما تركت سر عزتها، حينما تركت دينها، حينما تركت الدين الحقيقي الذي تتعطش البشرية له، الذي يتعدى أبعاد الزمان والمكان، فهو الإسلام الرحمة للعالمين. ثم قال تعالى، يعلق بعد ذلك: ووجد الله عنده. نعم، حينما ييأس الإنسان من وجود الماء، لقد جرب كل شيء، جرب كل مناهج الأرض، يريد أن يجد فيها ما يطمئنه، فكلما ازداد منها شربا ازداد عطشا. إنه مثل الماء المالح، والماء المالح متى ازددت منه شربا ازددت عطشا، ولن يرويك أبدا ولن يذهب ظمأك أبدا إلا أن تصالح مع ربك، وأن تعود إلى قيم دينك، وإلى عقيدة إسلامك، وإلى عبادة ربك، وإلى استخلاف عن الله، وإلى التزام أخلاق المسلم استسلاما يمشي على الأرض، وليس شعارا فقط تلوكه الألسن. ثالثا، حينما أنظر إليكم أتمثل مثالا آخر وأقول: قبل قليل كنت في مكان من آخر، وكنت مع ناس آخرين، واليوم أنا مع أناس آخرين وفي مكان آخر. هذا ما كان مسجل عند ربك، الله يبديها ولا يبتديها، فنحن إنما نخرج إن شاء الله ما كان متواريا في الغيب، ثم بعد دقائق أو ساعات سينفض الجمع، وستجدون أنفسكم كل منكم مع أناس آخرين وفي مكان آخر، وسأجدني أيضا في مكان آخر ومع أناس آخرين. هكذا هي عجلة الزمان، هكذا هي الدنيا، كأنك تستظل تحت شجرة ثم تقوم. ما هي نهايتك بعد كل هذه اللقاءات وبعد هذه الحركات؟ أليست النهاية أن ترحل من هذه الدار كلها؟ أليست الدنيا مثالها كمثال هذه الجلسة التي اجتمعنا فيها على موعود من الله، ثم بعد ذلك سنفترق؟ أليست الدنيا هي
كأنك تحلم فقط. ولذلك فإن الحبيب صلوا على الحبيب حينما كان يدعو إلى أبجديات الدين كان يقول لهم: اسمعوا وعوا، والله الذي لا إله غيره إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. إيه النتيجة؟ وإما هي جنة أبدا جزاء وثاقا لصدقك مع دينك، وإما هي نار أبدا أبدا تقول: أرجعني أعمل صالحا فيما تركت، يا رب الفرصة الوحيدة التي أتيحت لي انتصر علي الشيطان واستزلني شياطين الإنس وسقطت فريسة في أيدي من لا يريد للإنسان أن يعيش وفق ما يريده خالقه الذي أراد أن يتربب ويصير ربا يشرع للناس يستعبد الناس في فساد واستبداد مستمرين متتاليين مسترسلين. يا رب ارجعني، لكن هيهات هيهات. اسمعني أيها الشاب، اسمعني، إن قيم الإيمان والإسلام وخاصة قيم الإيمان بالله وقيم الإيمان بالآخرة هي التي غيرت قبائل كانت تتقاتل على أتفه الأسباب. رعاة كانوا يتقاتلون على ناقة، أية ناقة قبيلة تسبق لورود الماء، وإذا بالسنوات ضارب عمقها في الزمن يتقاتل الناس على أتفه الأسباب. عرب لا رسالة لهم، لا هوية لهم، لا منطلق لهم، لكن لما جاءهم الإسلام سبحانك يا رب سبحانك حولهم إلى قادة للأمم، إلى حامل مشعل النور للبشرية. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الدنيا دار مرور وليست دار قرار، إنها دار اختبار وابتلاء. ماذا ستقدم لدينك في الحياة؟ ماذا ستزرع لكي تجني هناك؟ اليوم يوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أتدري يا مسلما أن الحبيب صلوا على الحبيب يخبرنا كيف تكون حسرة من ضيع هذه الأيام في الشهوات والشبهات، نسي ربه نسي الآخرة. أتعرفون أن المؤمن الذي عانى الويلات وابتلي فصبر وثبت فيؤتى بأتعس أهل الأرض من أهل الإيمان؟ كان يبت تحت القناطر، ما كانش يسمع كرشه، كانت عنده مشاكل، مصائب مصائب، كان يعذب، كان يقهر، يهجم عليه من كل أعداء الملة، فيوقف بين يدي ربك وقد عاش 60 عاما ما رأى يوما أبيضا، فيقول ربك للملائكة لكي يبين درجة هذا المؤمن الذي صبر وثبت على الدين. أنا وإحنا الأخوات كيقول لي: ما رحنا الصبرين، راه الدعوة زيرت، رام يضحكوا علينا، رام يقولوا لنا إرهابيات متخلفات بحجابكن، والشباب كيقول لك: أنا نحشم ندعي لسيدي ربي، أنا أستحي أن يراني الناس خارج من المسجد ولا أستحي أن يراني الناس خارج من المقهى. انظر إلى هذه الانتكاسة كيف تبدلت أوضاع المسلمين في بلادهم، فأصبح المسلم يستحي أن يرى مسلما مطبقا لإسلامه في مظهره ومخبره، في حين يتبجح إذا كان يقلد إنسانا تافها لا وزن له، لا قيمة له، مغني لاعب. سبحانك سبحانك لا إله إلا الله. فيقول ربك لملائكة الرحمة: عبدي هذا قبل أن أسأله لا يليق بعبد صبر على بلائي وشكر على نعمائي وأطاعني ولم تستزله شياطين الإنس والجن أن أكلمه قبل أن يغمس في الجنة. غمسوه غمسة واحدة في الجنة. الله 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 الجنة. كيقول لك شي واحد: عندك تتكلم على الجنة والغيبيات؟ بس أنا متكلم تتكلم على هوليود. هوليود شفناه، أنا متكلم أي حاجة في الدنيا شفناها. الجنة غمسوه غمسة في الجنة قبل أن أكلم عبدي، فيغمس غمسة في الجنة وفي رحيقها، ويخرج وقد تلألأ وجهه وجرى النعيم في وجنتين. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم
نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون لا إله إلا الله ربي ولا أشرك بربي أحدا فيقام بين يدي العزيز فيسأل ربك سؤالا عجيبا غريبا فيقول لا عبدي كم عانيت هل رأيت في الدنيا من بلاء قط فيقول له وعزتك وهو صادق وجلالك يا رب ما رأيت في الدنيا من بأساء قط فكانت غمسة واحدة في الجنة يا شباب الإسلام غمسة واحدة في الجنة كافية لكي تنسي هذا المؤمن الصبور على البلاء كل محن وإحن الدنيا واحدة غمسة واحدة في الرحيق وفي المقابل يؤتى بأنعم أهل الأرض ما ترك لذة إلا التذ بها في الدنيا استعجل كل شيء يا الله فيقول الله للزبانية قبل أن أكلم عبيدي هذا اغمسوه غمسة واحدة في النار فيغمس غمسة في النار ويخرج منها فيحترق ويخرج أسود كالفحم المحترق وناركم هذه هي جزء من 69 جزء من نار جهنم ولو لم تضرب في البحر مرتين ما انتفعتم بها أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت وأوقد عليها 1000 ثانية حتى ابيضت وأوقد عليها 1000 ثالثة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة يأكل بعضها بعضا وقودها الناس والحجارة من دخلها تبدل جلودهم غير الجلود لأن العلم الحديث أثبت أن موضع العذاب والألم والإحساس هو الجلد فكان احتراق الجلد لاستمرار العذاب يعوض بأمر الجليل فيقول الله لا عبدي كيف وجدت تلك الدنيا هل رأيت فيها من نعيم قط شحال كنت في البواب دنوي كم سهرت من ليلة حمراء على الزجاجة السوداء في الليلة الظلماء على الجريمة النكراء كم فيقسم صادقا وعزتك وجلالك يا رب ما رأيت نعيما في الدنيا قط فكانت غمسة واحدة في النار واحدة كافية لكي تنسيه نعيم 100 عام عاشها ولد وملعقة الذهب في فمه ولد وهو يتغذى النعيم ويلبس النعيم ويتقلب في الرياش فما فائدة ذلك إذا كان مآله النار إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون الجنة الجنة فإذا قلت لكم بعد قليل سنفترق وسيصير كل منا في حال هذه حال الدنيا فقط أنك حينما نفترق ستذهب إلى مكان آخر أما يوم الفراق الحق ستخرج من هذه لتلقى ربك عملك ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ إذا جاءت الموت وجاءت سكرة الموت بالحق فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صار البصر حادا اخترق عالم الغيب الذي كنت تؤمن به فترى الملائكة
وترى ملك الموت وترى مكانك من الجنة أو النار حسب ما كنت تعمل. هناك لا إله إلا الله محمد رسول الله حينما تخرج من الدنيا أو تكون قاب قوسين من الخروج من الدنيا. قل لي الله يرحم والديك واسمه هو هدفك وغايتك في ذلك الوقيتة. ذلك الوقيتة اسمه غادي تدير نوضي المرايا وديري المكياج تقولي أنا غادي نمشي لي. لا واش مدير تمشي تكتب شي صفقة شي ربح كبير واش ما غادي دير في ديك الوقيتة. أنت مسجى وصدرك يتحرك بصعوبة وأنفاسك الأخيرة وزفراتك النهائية وأناتك أناتك دخلتم عليه رأيتموه دخلتم عليه رأيتموهم آباؤكم أجدادكم أحباؤكم من فارقتموهم دخلتم عليه في تلك الساعة سمعتم لأناتهم رأيتم كيف تشخص أبصارهم رأيتموهم كيف لا يجيبون وإذا حدثتهم لا يستمعون وإذا صرخت في وجوههم لا يأبهون. هم في هول وفي أمر شغلهم عن كل هذا لأنهم أطلوا على العالم الآخر الذي كانوا يؤمنون به قيم الإيمان قيم الإيمان بالله واليوم الآخر فيريد أن يلقى ويخرج إلى تلك الدار. باش واسمه الأولوية تعالوا باش ما هي أولوياته ماذا يريد في تلك الساعة يقولوا لي ماذا يريد في تلك الساعة يريد أن يرجع يريد أن ما سمعت يا ربي غرد لي صحتي شي يمان يا ربي يا ربي واسمه يرد لك صحتك علاش ماذا ستصنع بها يا ربي يا رب ثم ماذا تتمنى أن يكون آخر عملك تخرج منه بهذه الدار. رقطعت لي اسمه غزل حاجت لي واسمه يقول لي واسمه يقول لي واسمه ايوه اخويا اخويا انت راك خارج على ماذا تريد ان تخرج تقدر تدير تصلي ما تقدرش انت تصلي بإيمات عينيك ان كنت ممن صلى في الدنيا وركع وسجد يثبته الله في تلك الساعه ان كنت مؤمنا طيبا طاهرا اذا بالمولى يشاء ربك الا ان يميتك على ما عشت عليه لكنك تريد ان تختم ذلك العمل الصالح عند الموت. باش باش قل لي باش اركوا في الجامعة مالكم باش إذن قيمة الإيمان لا إله إلا الله الكلمة التي جاء بها الأنبياء المرسلون ويعمل وفق مقتضاها الموحدون ويعيش بمنهاجها المسلمون لا إله إلا الله التي تطيح عروش الجبابرة ويتساوى الخلق أجمعون بين يدي الله فلا فضل للعربي ولا للعجمي ولا للأمازيغي على العربي ولا للنصارى ولا لأمريكي على المغربي إلا بالتقوى والتقوى محله القلب ولا يعلم ما في القلب إلا الله. كلك إذا قلتم لا إله إلا الله عشتم هذه المعاني حقا المساواة الأخوة التنافس في إرضاء الله وحده إخلاص القلب لله وحده الخوف من الله وحده رجاء رحمة الله وحده التوكل عليه وحده الإنابة إليه وحده كل ذلك يا ابن عمي شكون يقولها شكون يقولها لا إله إلا الله كلش الناس يقولوها أنت تقول يقول لا إله إلا الله وأقول لك واش جاي يدير في ثلاثة الليل الله قل لا إله إلا الله مالك أنت فلا يقولها ويحال بينها وبين شكون يقول لا إله إلا الله ذيك الوقيتة شكون الذي عاش عليها الذي استمات في الدفاع عنها منهاجا وعقيدة وعبادة وأخلاقا وشريعة الذي عاش بالإسلام كما جاء به الله ورسوله لا إله إلا الله التي ساوم عليها المشركون نبينا فقالوا له يا رسول الله يا محمد
إن كنت بالذي جئت به تريد مالا جمعنا لك المال. هاد يا دلع، إن كنت تريد بالذي جئت به ملكا ملكناك عبد السلطة أنت الملك، إن كنت بالذي جئت به تريد جاها سودناك علينا، إن كنت تريد بالذي جئت نساء اخترنا لك البيضاوات والشقراوات من الفرس والروم، وإن كنت ترى أن الذي جاءك هو رئي من الجن مرض مرض غيبي روحاني ضربنا أكباد الإبل في الشرق والغرب لنطلب لك الطب. إذن ماذا تريد؟ أش بغيت هالإسلام تاع؟ بغيت البلايص نعطيوك البلايص، بغيت وظيفة، بغيت عضو في البرلمان، بغيت وزير، بغيت ولي، بغيت عميل، بغيت عميد، بغيت رئيس جامعة، بغيت كوميسير، واش بغيت؟ عندنا هذاك الشيء، خذه، خلي غير لا إله إلا الله، خلي غير إسلامك، خلي غير دينك. بغيت البلايص أعطيناك، بغيت الكريمات أعطيناك، بغيت الرخص نتاع الصيد في أعالي البحار أعطيناك، بغيت رخص المقالع أعطيناك، اطلب ما شئت من الدنيا، بغيت النساء جئناك بالنساء، فعل ما تشاء. زمن الرقيق الأبيض المتدثر بما يسمى بحرية المرأة، تعريتها وتشييئها وتقديمها في المناسبات على أطباق لأولئك الفسقة الفجرة الذين لا يرون في المرأة إلا مرحاضا يقذفون فيه ماءهم الفاسد. الذياب في ثياب، قل لي ماذا تريد بهذا الذي جئت به يا محمد؟ طلب ما شئت. قال أتممت يا أبا الوليد؟ انتهيت؟ عرضت كل ما لديك؟ قال نعم. قال اسمع اسمع، أنا ما جئت بالذي جئت به أطلب فيكم مالا ولا جاها ولا ملكا ولا نساء، وأنا في كامل قواي العقلية، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فأنت أعقل العاقلين، أنت الذي سموك قبل البعثة الصادق الأمين، لا يمكن بعد 40 عاما وقد جربوا سيرتك وأحالوا إليك أعظم خلاف اختلفوا فيه فيما يعظمون، وضع الحجر الأسود لبيت الله الحرام وهو ابن 39 سنة عام قبل البعثة، وكادوا أن يقتتلوا حتى وضعوا الأيادي في جفان من دم وقالوا لن يحسم الأمر إلا الدم. وبينما هم كذلك قال لهم حكيمهم الوليد عقبة، قال لهم ماذا لو حكمتم أول من يطلع من هذه الجهة؟ فكان الطالع الأمين هو محمد صلى الله عليه. قالوا رضينا بالإمام والأمين حكما، وأنتم ترون كيف كان هذا العقل الراجح، حيث قال لهم فليخرج من كل قبيلة من يمثلها انتخاب مباشر، ثم يأتي ائتوني بثوب فيؤتى بالثوب، فيعمر كل رئيس قبيلة بأن يحمل بضعا من تلك الثوب، ثم يضع بيده الشريفة تلك الحجرة في الوسط، احملوا احملوا، حتى إذا حادوا مكان وضع الحجر إذا به يأخذ بيده الحجر ويضع في مكانه، وإذا بهذا المكان هذا العمل سبحانك ربي سبحانك يجنب قريش معركة كانت ستسيل فيها الدماء. هل هنالك عقل أعقل من هذا؟ حتى قال برنارد شو أحد الفلاسفة الإنجليز حينما رأى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل المشاكل بهذه السهولة واليسر، قال لو كان محمد حيا لحل مشاكل العالم وهو يرتجف فنجان قهوة، أي أنه يحل المشاكل بيسر. هذا العقل. أتممت؟ انتهيت؟ أنا ما جئت أطلب هذا، أنا لست مريضا، أنا إنما جئت منكم أطلب منكم أمرا واحدا. قالوا قل. قال كلمة واحدة. القضية هي قضية كلمة واحدة، قيمة واحدة، كلمة لها قيمة، يقول فيها النبي لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، ترجحوا بكل شيء. قالوا قل يا محمد يا ابن عبد المطلب 1000 كلمة. قال لا كلمة واحدة. قال ما هي؟ قال لا إله إلا الله. ضربوا كفا على كف وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا
إن هذا لشيء عجاب. فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. كلمة هي التي تطلبها في حياتك أن تعرفها فتفهم معناها وترسخ آثارها في قلبك وتتمثلها سلوكا في حياتك وتعمل بها مشروعا في أمتك وتدعو إلى العالمين لمشروعها العالمي لإنشاء الحضارة الربانية الإنسانية الأخلاقية التي ينشدها الإنسان في هذه الفيافي القفراء. من الذي يقولها عند خروج الموت، خروج الروح، حينما تنفضون من هذا المجلس وتنفض سوق دنياك وتنتهي من كل شيء؟ شكون يقولها؟ شكون يقول؟ يثبت الله زيد الذين آمنوا زيد، واسمه هو القول الثابت، واسمه هي واسمه القول الثابت لا إله. شو يقولها؟ لا إله إلا الله، القول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، كل كلام غيره غير ثابت. تمر عليه الأيام فينقلب انقلاب المصالح، كل كلام السياسيين يتلون بلون المصلحة، كل كلام أهل المنافع والهوى تتقلب كلماتهم. السهرة معك والعشية ضدك، إلى كان الشمس في موسكو واشتهنا يا اللي يتبع موسكو يضعوا زيد في الوقيت ادع الشمس هنا يا ولي اسمه يدير ميغ الله اودع عندك هنا يا الشمس الهي في موسكو اللي كيشتا. لا انا تقدمي تقدمي معك بليل فرق فرق يا ولدي فرق. هي القول الثابت، هي كلمة التقوى، هي كلمة الإخلاص. أقسم بالله يلي معاش عليها يوجيب له شكون الخلائق كلهم قلها. كان أبو طالب عم النبي يدافع عن الإسلام ويدافع عن نبي الإسلام ويحول بين المشركين وبين أن يؤذوا النبي صلى الله على الحبيب. فلما نام عمه وأحب الخلق إليه من عائلته نام على فراش الموت، قصة تعرفونها. فجاء إليه النبي يقول قلها 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 أحج لك بها عند الله يوم القيامة، قلها يا عم قلها. وإذا بصناديد قريش يحولون بين النبي وبينه فيقول إياك، مت على ملة أجدادك، مت على تعدد الآلهة، مت. فاقترب النبي منه قلها، فيقول أنا أعلم يا ابن أخي أنك على الحق وأن كلمتك هي الحق، لكني أخشى لو قلتها في هذه اللحظة لقال هؤلاء، إنما قالها خوفا مما هو مقدم عليه، أي خاف من الموت. انظر إلى إبليس كيف عياذا بالله يلبس على الناس حتى عند خروج الروح، فلا يقولها، بل يقول وهو يجود بنفسه بل على ملة أجدادي، بل على ملة أجدادي، بل على ملة أجدادي. فحزن النبي وقال لا أستغفرن لك يا عما لم ينهاني ربي. فأنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ينهاه، لأنه لم يعش عليها فلم يمت عليها. قال تعالى في سورة التوبة من كان للنبيك والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لا إله إلا الله، لم ينفعه عمه، مات على غيرها، مات مشركا، حكم الله عليه أنه من أهل النار. إذا كان هذا عمه، إذا كان من دافع عنه، إذا كان من وقف إلى جنبه، تكون خاتمته كذلك. فيحزن النبي فيريد أن يؤدي بعض الجميل، يستغفر، ينهاه الله ويقول إنك لا تهدي من أحببت،
ولكن الله يهدي من يشاء لم يقلها. فماذا عساك تقول أنت؟ ماذا قدمت لهذا الدين وأنت بعيد؟ ماذا قدمت في الجامعة لهذا الإسلام؟ ماذا طبقت من منهاج لا إله إلا الله عبادة وأخلاقا؟ ماذا فعلت لإسلامك؟ ماذا قدمت له من فكرك وعقلك وعاطفتك وإيمانك وحركة بدنك وسيارتك ومنزلك ووقتك؟ كم قدمت من هذه النعم التي أنعم بها عليك لكي تستثمرها لعبادة ربك ونصرة دينك؟ ماذا قدمت؟ أتفهم لي لك فهمتي وصفر يقول لك كلامي وش واضح ولا لا؟ اسمعني أيها الشباب لعلي لا ألقاكم بعد ساعة هذه، قول لله يرحمك الوالدين. أفهمتني؟ ماذا قدمت؟ كيف تخرج خاوي الوفاض من هذه الأرض؟ ماذا؟ أتتبع كل ناعق؟ أتتبع عياذا بالله كل صارخ؟ ألا تتبع صرخة النذير العريان؟ أنا النذير العريان. إذن فكان لابد أن تحرص على أن آخرتك وخاتمتك ومغادرتك وأنت مقبل على الآخرة مغادر الدنيا أن تموت عليها. أوه يا ربي وش حال تسوى؟ وش حال تقدر تشريها؟ وش حال لو كنت تنبعث ذيك الوقيتة؟ وش حال تقدر تشريها؟ وش حال تقدر تشريها؟ والدنيا كاملة. يقول سيد ربي إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لو كان لك ملء الأرض ذهبا مذ خلق الله الدنيا وأردت أن تفتدي بكل هذا من عذاب الله إذا خرجت من الدنيا على غير كلمة التوحيد فإن ذلك لن ينفعك. ثمة لا دينار ولا درهم، ما كاينش الرشوة، ما كاينش البواب، ما كاينش البلانطو، ما كاينش تمايا الكود بيستو، ما كاينش لي زيبول، ما كاين والو والو والو. الناس كل الناس عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عابدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم أو شركاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. أين هؤلاء الذين كانوا يزعمون أنهم ينفعونكم يضروكم؟ إحنا منهجنا، إحنا علمانيتنا، إحنا كذا. كلامك كل هذا ما هي قيمته؟ ما هي وزنه؟ ما هي وزن هذه الكلمات وهذا المنهاج وهذا المشروع الذي تبشر به أمة رسول الله؟ ما قيمة هذا في بلد المسلمين بلد القرآن؟ أتعجب أتعجب. ثم إذا دخلت إلى قبرك، أيوة، أي سؤال تسأل؟ شوف أيها الطالب، أنت حينما تمتحن الآن في هذه الأيام اللي بقات لك في جوان، أنت تعرف نعم سيدي المواد اللي تمتحن فيهم ولا ما تعرفش؟ تعرف ولا ما تعرف؟ إذن كاين مثلا أصحاب الفلسفة ولا أصحاب علم النفس ولا علم الاجتماع ولا الاقتصاد، راه عنده 9 ولا تاع المواد ياك، عارف اللي غادي تفوت هذو كتابي وهذو شفوي. هذيك المواد كتعرف فين غادي يمتحنكم ولا ما تعرفش؟ تعرف ولا ما تعرفش؟ عندك مثلا في علم النفس نعم سيدي الإكلينيكي عندك مثلا 11 ولا 12 العنوان، كتعرف العنوان إن شاء الله تعالى اللي غادي يعطيك فيه؟ تعرف ولا ما تعرف؟ واش تعرف ولا ما تعرف؟ لا غادي تقمر تقمر، لأن الطلبة غير يقمروا ما يحفظوش، كل شيء غير عليك ربي. وكاين اللي غادي يغش، وكاين اللي يقمر يجيبها ولا ما يجيبهاش؟ يجيبها نجح، لأن القمر والغشاشة دائما ناجحين، هذا هو المهم ياك. ولكن المهم المهم كاين اللي حتى الغش ما يعرفش يغش. مشى واحد من الواحد ينقل ونقول على صاحبه، نقول حتى سميت صاحبه هو ما عطاش سميته، يعني هذاك عنده زجوات مثلا عبو عبد القادر جاو، هذاك موحى وحميده مشى يدير ينقل على الاخر، نقول حتى عبو عبد القادر، يعني حتى نقل. شوف هذا، شوف هذا 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 المستوى الكبير تاع حظ الطلبه، الله يجازيهم. هكذا غادي نطلعوا احنا، هكذا المغرب ان شاء الله راه غادي فرفر، غادي فرفر، غادي فرفر. هاك شو كي داير احنا حالتنا هي يعني. اذا انت ما عارفش، ما عارفش، عارف المواد ولكن ما تعرفش، لكن ملي تمشي للقبر عارف الامتحان فاش ولا ما عارف؟ واش عارف ولا ما عارف؟ واش هو السؤال؟ اعطيك السؤال ليش والسؤال تعرف الجواب تاعو ولا ما تعرفش؟ واش تحتاج تحرز ولا ما تحتاج؟
سهل. It's very easy. يعني صح يعني. يعني صح يعني سهل بزاف. سهل بزاف. من ربك؟ شكون من ربك؟ الله. إيه. وما دينه؟ وما تقول في هذاك اللي قالوا له إرهابي؟ شكون هو هذا؟ وهذاك اللي قال له رسائل إرهابي كي غادي يقول هذاك؟ كي تقول له إن رسائله تحمل نفسا تهديديا. زيد لالا. أجل 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 فما غادي تبان لالا فما غادي تبان لي زيبور الرجلة ديالك غادي تبان تمايا. أنا حسابك صرت لي يصفق لك ما تصفش لي. إذا هذا السؤال سهل ولا واعر؟ سهل ولا واعر؟ وشكون هو الأستاذ اللي سقسي شكون الأستاذ؟ شحال؟ زوج. وشحال من واحد اللي يفوت معك؟ أنت ماشي القاعة فيها 40 واللي يحضي جوج. أنت أنت بزاف اللي ما يحضيش. هذا زوج وانت وشحال من واحد؟ انت وفين؟ في القاعة ولا فين؟ فين؟ يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. خممت فيها ولا ما عمرك خممت فيها؟ ها تحت الترابيزة. وتعرف شحال داير فوق من التراب وشحال من طونطا ترا شحال؟ زيدوا له هذا حقه. زيدوا له. تقول انت لا خايفين يهرب. زيدوا له زيدوا له. ماشي هذا هو اللي كان يعد الروح عند المرايا ويدير هكذا يلعب بش بش ويمشي. كي ديرها؟ كاين له وسادة ولا ما كاش؟ كاين شي وسادة؟ والو. كاين شي فراش؟ والو. كاين شي مؤنس؟ والو. هادشي بعيد اللي راني نقول لكم ولا قريب؟ وشحال بينك وبينه؟ شحال؟ وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. قد يكون الآن الآن. قد يزورك الآن 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 الآن. ملك الموت الذي وكل بكم. شحال ما كنا جالسين معاه ونهضروا معاه ويزوره ملك الموت بحضرتنا. سينتشله من بين أظهرنا. الأخ نتاعي رحمه الله صلى صلاة الصبح وجلس يذكر الله تعالى وجاءه ملك الموت وهو على سجادته فقبض روحه. صحيح عضو في البرلمان أستاذ في الجامعة شاب مقبل على الحياة. لا تأتيكم إلا بغتة. ترى ذاك الصقر خليك نكذب على بعضنا بعض. عهدنا ألا نخون. تخون شكون؟ خنت نفسك حينما لم تعبدها لربك. خنت مستقبلك. من غرك؟ من غرك؟ من غرك؟ ويحك 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 ويحك. ما سمعت منذر ربك؟ ما سمعت كلام ربك؟ ما سمعت؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله الله الله. إنما يؤخرهم ليوم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس أنذر الناس أنذروا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا
إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب كلها على الإله الواحد كل الامتحان على الإله الواحد كل البلاغ للإله الواحد كل النظارة للإله الواحد للإله الواحد فيأتيك ملكان وأنت تعرف الأسئلة والأحاديث الصحيحة تقول فيجلسانه ويقعدان علاش هو بيقدرش يجلس ما يقدرش يجلس هو بشاف كتانة بيضة مسرح والو ومدفين في الشق يقدو فكان يحتاج إلى من يقعده ويجلسه فيسألاني من ربك فينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام نبدي بالتومة بيقولوا من ربك اش كيقول ربي الله والثاني ما دينك الإسلام ما تقول في الذي بعث فيكم رسول الله فيقول له الملك ثبتك الله بالقول الثابت كنا نعلم أنك تقول ذلك فيمد له في قبره مد البصر فتفتح له من الجنة ما يأتيه من روحها وريحها فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة فيقال لا نم نومة العروس لا طوفان هذا الأول عاش عليها فأجاب وأفاد وأجاد عمل ليها ما غروا لا جاه ولا سيارات أمروج ولا ليالي حمراء ولما يدعو إليه الفاسدون عرف مهمته وخضع لربه وسار على درب الصلاة فكان هكذا أشرقت حقائق التوحيد تحت الأرض كما كانت مشرقة فوق الأرض انبعثت أنوار التوحيد تحت الأرض لتضيء إليك ظلمة القبر بعد أن أضاءت نور هذا التوحيد حياتك وأنت حي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها مشى بنور الله بهذا العلم الشرعي بهذا الإيمان الفوار بهذه الأخلاق النادرة الصدق الأمانة الحياء فأضاءت له ظلمة الأرض بقوة أنوار الصدق الذي كان يحمله الجيل الثاني واسمه غادي يقول من ربك اش كيقول سمعت أنهم يقولون هو الله
الدين سمعت يقولون الإسلام محمد سمعت أنهم يقولون رسول سمعت وانت واسمو تقول غير سمعت وانت واسمو تقول شكون هذا النوع شكون شكون هذا النوع المنافقون عايشين معانا ويصلوا بحال ما نصلي ويصوموا بحال ما نصوموا ولكن يظهرون الإسلام ويبطنون بغض الإيمان إذا كنت أقول لك أنا مسلم أسلي لا إله إلا الله يا أخويا ما قلعتكش بالإسلام لا إله إلا الله أنا ما هضرتش النبي أنا لا إله إلا الله واسمه قلت قلت غير إرهاب لا قلت والو طرابيا سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك فيضرب بمرزبة لو وضعت على جبل اللي دكته حتى يصل إلى عمق الأرض هالشي قرأتوا أنتم ولا عمره ما قرأتوا تعرفوا ولا ما تعرفوا وش تعرفوا ولا ما تعرفوا عمره قال لكم شو واحد في الجامعة ولا عمره قال لكم قال لكم في الجامعة ولا ما قال لكم ها مرمضان مرمضان لا إله إلا الله الثالث شكون هو من ربك لا أدري ياك كيف ما تعرفش ربك شكون هو ربك دولار دينار الهوى أفمن اتخذ إلهه هوى تعيس عبد الدينار تعيس عبد المرأة تعيس عبد الشهوة تعيس عبد الكرسي تعيس عبد المنصب تعيس عبد الفار عبد البقرة عبد آلهة كثيرة تعبد من دون الله ملأت قلوب الناس وجفا ايوه وذاك الدين لا ادري لا ادري ما عرف كاع شكون اش من الدين اللي كنت قابل كونفوشيوس شكون انت شكون انت احمدي شكون انت بهائي شيعي امامي تسب صحاب النبي من انت تقول بي تحريف الكتاب تقول بأن جبريل أخطأ في الرسالة تقول بأن الأئمة معصومين وأن الأئمة غائبين وسيعودون في الرجعة الأخيرة تقولون بالبداء هذا ودينكم وجئت به الجامعات تدعون الناس إليه لأنكم وجدتم فراغاً علمياً يا وش هو دينك؟ لا أدري ماذا تقول في الذي بعث فيكم؟ لا أدري لا دريت ولا تليت لا دريت ولا تليت والرابع واسمه يسرالو هذا الكافر والرابع واسمه يسرالو الرابع اسمه إسرائيله المؤمن يجيب ثابت والمنافق يظهر على لسانه عكس ما كان يخبئ يظهر الكفر تحت الأرض عكس الإيمان الذي ظهر فوق الأرض تظهر الحقائق تحت الأرض والآخر لا يعرف شيئا ما يعرفش الإسلام والرابع اسمه إسرائيله والرابع الرابع اسمه إسرائيل لا يحتاج لكي يسأل شكون هما هذو؟ شكون هما؟ الشهيد الذي مات وقد شاد بأغلى ما يملك فداء للدين وللأرض وللعرض في فلسطين وسوريا فكفى بفتنة بوارق الأسنة من فتنة القبر فتلك بتلك فقد فتنوا في الأرض بنيران الأسنة فرفع الله عنهم تحت الأرض نار فتنة السؤال زيد كان غير الشهيد ولا كان غير الشهيد ولا كان شكون ها شكون الشهيد شكون المجاهد نعم اللي كيسميوه مرابط وخمش المرابطون والشهداء زيد شكون خر وزيد شكون خر المؤمن الذي يموت الجمعة زيد كان شي واحد خر وزيد كان شي واحد خر ولا الحادي زيد الشهيد
والمرابط والذي يموت ليلة الجمعة أو الجمعة، زيد واحد آخر، والذي يواظب على قراءة سورة الملك في كل ليلة، فهي المانعة التي تمنع عنه سؤال الملك. اديوها ضربة معكم. جاهدوا في سبيل الإسلام بالكلمة والمال والوقت والفكر والعمل وحسن الخلق، كل شيء كل شيء كل شيء. والرباط، كان شي رباط هنا ولا ما كانش رباط؟ الرباط اسمه الرباط، الرباط على الحدود، ولكن احنا ما عندناش، ماشي عسكر، احنا ما نربطوش في الحدود. فين رابطوا احنا؟ في الجامعة. كي داير الرباط تاع في الجامعة؟ كي داير الرباط تاع في الجامعة؟ ورابطوا على الدعوة في الجامعة. اصبر كما يصبر المرابط على قر البرد وحر الشمس في أيام الحر والقر، وعلى الجوع والبرد يدافع عن حدود الأمة، فأنت في حدود الجامعة وفضائها مرابط في سبيل الله، تدافع عن دين الله من أن يصيبه مص ويسيء إليه مسيء. ترابط بسلوكك، بدعوتك، بعلمك، بصلاتك، بالتزامك، بصلاحك. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ واش واضح ولا ماشي واضح؟ مرابط، انت مجاهد مرابط. الجمعه يعطيها لك الله كادو، يميتك يوم الجمعه، والواقع وسوره تبارك تقراها في كل ليله، لان فيها الامتحان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنه المنافسة في تقديم أحسن العمل الذي يشهد لصلاحك ولدينك. ففي اختيار قراءتها حكمة تدلك على مهمتك في الحياة، التي هي أن تفرد قلبك لله الذي خلقك في هذه الأرض والدنيا ابتلاء واختبارا، لكي تجتهد وتنتصر على كل المعوقات وتقدم أحسن الأعمال. يو كاين واحد أخر عندك، واحد أخر قاع في تحت الأرض، ما يجي السؤال عنده وما يجاوبش. شكون هو؟ شكون هو؟ يأتيه الملكان فيقول الواحد للآخر اذهب إلى جهة رأسه واسأله، فيقول له أحد الملائكة، شكون يجي له هنا؟ شكون يأتيه؟ القرآن فيقول له، يدخل معه القرآن، يا أصحاب القرآن، يا أصحاب العلم الشرعي، ها هو اللي غادي ينفعك، يأتيك من جهة رأسك قرآن ربي وفهمك على فهم السلف الصالح والعلم الشرعي، فيقول لا سبيل لكم من هذه الجهة، فأنا حجيجه. القرآن يمشي بجهة الوسط، بجهة القلب، اسألوه من هذه الجهة، فينطق الصيام من القلب فيقول لا قبل لكم من هذه الجهة، فالقلب صائم عن الشهوات، صائم عن الحرام، امتلأ بحب الله وحب رسوله، لم يعد قلبا يحب الدنيا ويشرب بالفاحشة والشهوة، لا سبيل لكم. فيقول اذهب تجاه قدمي، فيأتي زيد خطوات المساجد والرحم وخطوات الدعوة، فتقول لا سبيل لكم من هذه الجهة، فلطالما غبر قدمه في سبيل الله، ولطالما خرج بقدمه يسعى إلى المسجد أو لخدمة المحتاج أو لتقديم فعل خير للناس. الله. فأي هؤلاء تريد أن تكون؟ وأي هؤلاء تود أن تكون؟ ثم ترحل بعد هذه الرحلة إلى يوم القيامة، فعند خروج الروح بعد انفضاض المجلس ويأتيك وعد ربك، تمتحن في كلمة لا إله إلا الله، ولن تخرج على لسانك إلا إذا ملأت قلبك، ولن تملأ قلبك إلا إذا عملت بها فرسخ ثمرها في قلبك،
وإذا دخلت تحت الأرض تسأل عن الأصول الثلاثة: الله، الرسول، الإسلام. أصول الدين الله المرسل، والإسلام الرسالة، والنبي المرسل. ثلاثية التواصل. أكو تقرأ عن التواصل يعني؟ تقرأ التواصل يعني؟ أكو تقرأ التواصل؟ إيوا صح، حسن جدا. هذو ثلاثة. وإذا خرجت من هذه الرحلة ودخلت إلى العالم الآخر، تعرف السؤال ولا ما تعرف السؤال؟ وش هو السؤال؟ يقول السؤال تاع الامتحان الكبير، الامتحان تاع الانتقال من القسم الدنيوي إلى القسم تاع البرزخ. سؤال سهل غير واحد: لا إله إلا الله. ولا ما كانش لا إله إلا الله، روح لهي، روح لهي وتخت القبر، تسأل عن الأصول الثلاثة بتفصيل: الله المرسل، والرسول المرسل، والإسلام الرسالة. أش درت معهم؟ حق الله عليك العبادة، حق الإسلام عليك التطبيق والدعوة، حق النبي عليك التوقير والاتباع. الآن نتمشي للأخيرة، واش هو السؤالات؟ يلا شحال من سؤال؟ قولوا لي شحال من سؤال؟ عند الموت واحد، تحت القبر ثلاثة، ومنين توقف قدام سيدي ربي شحال؟ شحال؟ ماش قاعد نسمع قاعد. أربعة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. درك التفصيل يا حبيبي، التفصيل، درك التفصيل، لأن الوقيتة تاع العرض، التفصيل درك الوقيتة تاع الحساب. فكان لابد من التفصيل في السؤال. خاصك تدوش تعمر الأوراقي، درك خاصك. نعم أسيدي، نعطيك هالكلمة، يقول لك حلل وناقش، حلل وناقش واستنتج واستقرئ واستخرج واستكمل واستتبع واسترسل واستمر واستفعل. فإنك المفعول والفاعل يسألك. سبحانك ربي سبحانك. يا سمو يا الأسئلة شو؟ عن عمرك فيما أفنيته. عمرك. أو يا ابن عمي، إيش كنت تدير في العمر ديالك أنت؟ ماذا فعلت؟ في ماذا أفنيت العمر؟ فاش؟ قل لي فاش؟ في طلب العلم؟ في العبادة؟ في الدعوة؟ هنيئا لك، هنيئا لك، هنيئا لك. تظل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فين 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 خفنيت عمرك؟ فيش فاش فضل؟ فاش في الدفيش؟ في العري؟ في الفتنة؟ في الغفلة؟ في ماذا أفنيت العمر؟ أقسم برب العزة، ما من ساعة ساعة تعيشها واقفا كنت جالسا متحركا مضطجعا لم تذكر الله فيها، إلا كانت عليك في هذه اللحظة عند السؤال حسرة وندامة. هل تنفع الحسرة والندامة هناك؟ شحلت على الوقت كي يضيع؟ ما رأيت أمة تعطي الأهمية للوقت كالأمة المحمدية، وما رأيت أمة تضيع الوقت كهذه الأمة، وما رأيت أمة تعرف قيمة الوقت والعمر كالأمم الآن الأخرى التي لا تدين بديننا: الشينوا، الجابون، أوروبا. احنا عندنا القرايا، القرايا، القرايا عطل، عطل تتخللها أيام دراسة. الأصل هو العطلة. راكم معطلين، ومنين تجيو تديروا هنا واش ما تديروا؟ تجيو تديروا العطلة، ومنين تخرجوا راكم معطلين، وكي تدخلوا راكم تنفذوا العطلة، ولا دخلتوا تقراوا راكم في العطلة المركبة. الأستاذ زرق زرق وغي نقول دك 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 طور والو.
وأيما جاء قوم جلسوا مجلسا لم يستفيدوا فيه من إفادة في الدنيا أو الآخرة ولم يذكروا الله فيه وقاموا عليه كما جلسوا إلا كانوا كمن يقوم على جيفة حمار قالها نبيكم صلى الله عليه. قل لي يا أخوي أنت انتهى الدنيا انتعك انتهى والدنيا ديالي أنا كنتكلم مع رأسي ماذا قدمت لهذا الدين ستسأل على عمرك. هذه النعمة اللي أعطاها لك ربي ومن وراء كل نعمة طالب وكل نعمة إنما تقيد بالشكر وشكر الله على النعم استعمالها في طاعة المنعم فلا ينبغي أن تشغلك النعمة على المنعم إنما أنعم الله عليك بالنعمة لكي تعرفك بالمنعم وتقربك من المنعم وتجعلك تشكر المنعم وتجعلك تتقرب إلى المنعم وتجعلك تحب المنعم لأنك لو أنك شربت كأس شاي عند صاحب لك لا أحببته لأن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها فكيف بمن أحسن إليك بالخلق فخلقك وكنت عدم وأحسن إليك بالإمداد فأجرى هنالك سننا في الأرحام والأصلاب حتى تستمر حياتك وأجرى سننا في هذه الأرض لكي تستمر حياتك وسخر لك كل شيء خلقت كل شيء لك وخلقتك لي فلا تشغل نفسك بما تكفلت لك به واشغل نفسك بما تكلفتك به كلفتك بأن تطيعني وتعبدني وسخرت لك كل شيء لكي تكون وسائل لتعبدني بها فكيف حولت الوسائل التي تعبدني بها إلى وسائل تعبدها؟ لماذا تهين نفسك؟ الله عزك حينما جعلك خليفته في الأرض وجعل كل شيء يخدمك يا دنيا يا دنيا يا دنيا من خدمك فاستخدمي ومن خدمني فاخدمي يا دنيا من خدمك استخدميه ولي عبد ديال الدنيا ومن خدمني هي وزيد خدميه تأتيه رغمة فماذا قدمت في عمرك كلام طويل يشير للناس بالليل وقت كمل ثم عن شبابك فيما أبليته والشباب هو جزء من العمر لكن يتأكد السؤال عليه لأن الشباب ما كنتش انا غادي نتكلم كاع على هذا الشيء والله انا كنت غادي نتكلم على شي حوايج اخرين وبانوا لي شي حوايج اخرين وراني مشيت لحوايج اخرين والله ما شوف سبحانك يا ربي شوف الشباب لماذا يتاكد لان الشباب هو فتره في العمر يصير فيها الانسان اقدر على ان يؤدي ما عليه يصير الى الأوش في الطاقات الفكرية والعاطفية والبدنية فهو أقدر على أن يتحرك لهذا الإسلام ويحب هذا الإسلام وهو الأقدر على أن ينصر هذا الإسلام والله حينما أذكر الشباب ودور الشباب في الإصلاح في كل جامعة أحل بها ويقال لي تحدث في هذا الموضوع أطرق جانبا من جوانب الموضوع وأركز على شاب من شباب الأمة واليوم إن شاء الله سنركز إن شاء الله على واحد الشاب هذا الشاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس إيهاب كبش إيهاب كبش شنو هو الإيهاب تاعك الجلد ديال الكبش ستر العورة نتاعو باش بالجلد فنظر إليه النبي والتفت الصحابة إلى الباب فوجدوا الرجل يدخل عليهم بهذه الهيئة الرفة وكان أنعم شباب مكة خرج من أسرة ثرية يحيط بها الرياش من كل مكان فحوله حب الله وحب الرسول إلى أن يترك كل النعيم والرياش فالبذاذة في الإيمان وخدمة الدين أرجح عند الله من البذخ وأنت تعيش بدون رسالة تافه الشاب عروض والشاب قدولة هذا أحلى مراكو عايشين تتنافسون في الغناء في العري في اللعب هذا هو الشباب اللي غادي يحرر القدس هذا هو الشباب الذي سيحمل رسالة الإسلام ويفرح به النبي من يلقاه يقول له جزاك الله خيرا حمرت لي وجهي حمرت للنبي وجهه سلق النبي وجهي عندك ويسلم عليك
ويستقبلك ويقول لك مرحى 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 بهذا الشاب من أمتي، مرحى مرحى. واحد مات عندنا في وجدة السيمانة الفايتة، في كل جمعة كان يحضر لي الصف الأول، ما رأيت شابا مثله قط، ينفق من القليل الذي يكتسبه من الحلال لفلسطين، فما من جمعة جمعة إلا يتصدق وينفق للإخوان المبتلين في جميع أصقاع الدنيا، وكان يحب الله ورسوله حبا جما. ومن جملة قصصه التي يرويها الناس عنه أنه كان يمر في سيارته العادية على شاب معه عجوز، فأشار الشاب فتوقف فركب معه الشاب والعجوز، فإذا وصل إلى مدينة وجدة قال الشاب: ها هنا ها هنا، توجه إلى هذه الجهة، ماذا تريد؟ قال: أريد أن أضع هذه المرأة في دار العجزة. قال: من تكون هذه؟ قال: عمتي. قال: اخسأ يا مجرم، انزل. فنزل فأخذ العجوز عنده فتكفل بها حتى ماتت. حينما مات هذا الأسبوع لم يكن مريضا، قام بإعطاء الأجرة لكل أصحابه، ثم ذهب إلى الحقل وملأ مجموعة من القوارير بالماء فوضعها في السيارة، فصعد إلى السيارة فأسلم الروح إلى باريه. أقسم برب الأرض والسماء لغسله يهلدي لبقت هكذا. فذهب إلى ربه: هذه اليد هكذا وهذه هكذا، والله الذي لا إله غيره، سي أحمد المسجد رحمه الله، ذهبت يده إلى ربه هكذا هكذا، كأنه يشير بالتوحيد بسبابته. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه فدمعت عيناه. بكان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: عهدي بهذا الشاب في مكة أن ريحه كانت تشم على بعدي على بعدي أمياس، كان يتقلب في النعيم، وانظروا إلى حب الله ورسوله ماذا صنع به، تخلى عن كل شيء. فأرسله النبي سفيرا في السنة 12 للبعثة إلى المدينة ليدعو إلى الله في يثرب. أتدرون من هو؟ كلكم مصعب بن عمير، مصعب الخير. شحال عاش؟ ففي غزوة أحد كان هو الذي يحمل الراية البيضاء، القيادة العامة. فلما فر الصحابة ظل يرفع الراية ويقاتل، وكان يستشعر أمانة حمل الراية، فقطعت يده اليمنى التي كان يحمل بها الراية فحملها باليسرى حتى لا تسقط الراية، راية الإسلام في الجامعة لا ينبغي أن تسقط. قل لي بربك وهل رفعت حتى تسقط؟ أنا أنتظر الشباب أن يرفعوها. فقطعت اليسرى فيأبى بالراية أن تسقط فيحملها بعضديه وهو يقرأ قوله تعالى لما بلغه نبأ قتل النبي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. أجراها الله على لسانه قبل أن تنزل وحيا يقرأ إلى يوم القيامة قرآنا، وفيه نزل قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لمثل هؤلاء الشباب ترنو نفوسنا ويعظم أملنا، وإن أمة محمد أمة ولادة، ولن تعقم أرحام الأمهات أن تنجب الرجال. وما اسم أحمد ياسين الذي صرختم وصدحتم قبل المحاضرة بالإشادة به وهو الذي لا يتحرك فيه إلا العنق، وجعله الله شهادة على الأمة رغم كبار بطون رجالها وطول شواربهم، شوارب طويلة وبطون عظيمة، ولا يزنون عند الله جناح بعوضة، رجل لا يتحرك فيه إلا الرأس، فأحيا الله به أمة
وسيظل هذا النموذج من الشباب حاضرا لا يختفي، وإني أرى في هذه الوجوه من سيحمل هذه الراية. إذا لابد من أن تسأل عن الشباب، ثم عن علمك ماذا عملت فيه، ثم من مالك عن مالك ماذا يعني، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. هذه أسئلة كلها تدور حول غايتك ومهمتك في الدنيا. إذا إن شاء الله الشباب جاوبوني إن شاء الله بالأسئلة السريعة من خلال هذه الرحلة معكم في هذه الامتحانات التي تبلون بها ونبتلى بها. ايوه زيد، واسمه هي الدروس اللي تخرجوا بها. يلا زيد، الدرس الاول. يلا زيد، يلا في الساعه زيد، يلا زيد. عظمه كلمه لا اله الا الله، زيد اسمه. عظمه كلمه لا الله والاسئله كل شيء قلناها. الاخلاص وكل شيء. يلا اذا واسمه علينا ان نحيي الاسلام في الجامعه. اذا المساله الاولى وهي أن تعرف مهمتك في هذه الدنيا. مهمتك هي هذا الذي تسأل عنه، لا إله إلا الله، الإسلام، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وعمرك كيف ستقضيه بين الرسول محبة وطاعة، وبين الله عبادة وإنابة، وبين الإسلام تطبيقا ودعوة. هذه هي أمك، همك هو هذا الذي ينبغي أن يملأ وسمه فكرك فينشغل به، قلبك فيحبه، جوارحك فتنطلق عملا به، بفهمك إياه وحبك له، بالفهم والحب تتحرك للدين. واسمه القيم الآن، القيم اللي ذكرناها اسمه قيم زيد، قيمه الفهم للإسلام زيد، وقيمه الحب للإسلام تعطيك، واسمه قيم العمل للإسلام التزاما ودعوة. منين جبتوها؟ منين انطلقت؟ منين؟ من الهم الذي تحمله للإسلام. الهم، من أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وما أصبح وهمه الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه. ولم تأته من الدنيا إلا ما كتب الله له بها. سبحانك ربي سبحانك. هذه الأولى. إذا الهم يكون همك هو الإسلام. لو كنت مشيت الآن عند الشباب وتبقى تشوف واسمو الهم ديالهم، واسمو الهم تاع الشباب، أنتم راكم في الجامعة، واسمو الهم تاع الشباب؟ يقولوا الهم تاع الشباب البارسا والريال. هذه جهة. شفتوا من يجي البارسا والريال؟ ما كان لا صلاة ولا علم، الناس جالسة بحال الأصنام. أما ميسي والعدد اللي راه يبكي عليه لأن قالوا لي راه مريض. زيد يقول الهم الآخر فاش؟ الهم الآخر فاش؟ الوظيفة. الله يحسن عونكم، الله يجيب لكم شي وظيفة. زيد واسم أخر؟ واسم أخر؟ ها؟ الزواج مخير، الزواج الله يزوجكم. الزواج راني معاك، هذا هم كبير الزواج. الله يزوجك يا وليدي ويزوج كاع الاخرين ويزوج النساء ويزوج بناتنا وكل شيء. زيد اخويا اش من هم اخر؟ ها؟ ها؟ الجنة. شفت واحد اسمه قال هذا قال النجاح، اذا خصنا الله ينجحكم. الجنة، همك الجنة. ها همك الجنة. شتو 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 الحضرة من قبيلات، لأن هذه الأسئلة والامتحانات علاش؟ واش نجح ولا ما نجحش؟ وما معنى النجاح؟ الجنة، وما معنى الخسارة؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، زيد يوم القيامة، زيد
ألا ذلك هو الخسران المبين. لا إله إلا الله. الخسارة نتاع حنايا بريمير سيسيون تقدر دوزيام سيسيون هالعام تدارك العام الجاي، لكن تمايا نجحت نجحت ما نجحتش با دوزيام سيسيون. ما كاينش استدراكية، ما كاينش استثنائية، ما كاينش استكمالية، ما كاينش زيد ليا. كيسميولو راشطي راشطي الراشطاج، تما ما كاينش الراشطاج صافي. يا خويا هذا هو همك واسمه هو همك لا خير والله والجنة. شوف اسمي يقول في سيد ربي، شوف من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. هذا لمن قال هذا الكلام؟ لمن قال الكلام؟ لمن قال؟ زوجة النبي آية الخير. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. بغيتو غير الدنيا ها هي، لكن ما تكونوش أزواج النبي، ما تكونوش في الجنة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. واش ما بغيت؟ قل لماذا تريد أقول لك من تكون؟ قل لي ما هو همك وغايتك في الحياة أيها الطالب أقول لك من تكون؟ فبقدر تحديد غايتك بقدر تحديد مستقبل بلدك إلى أين يتجه؟ اتجاه مستقبل البلد يخضع لتوجهات أبناء البلد، فغاية البلد ينتجها أبناء البلد. هذا اللي قلته الأولى. زيد اسمع أخويا، زيد اسمع، هذه الأولى الهم، والثاني دعوة. ها دعوة. إن شاء الله. زيد اسمع أخويا، ها هو الهم الغاية، واسمو خصكم ثاني؟ ها إن شاء الله واسمو هو؟ الغاية هي البداية، خصكم عاوداك؟ البداية المنطلق، المنطلق واسمو هو؟ ها واسمو المنطلق؟ الله الوحي المرجعية الكتاب والسنة، مها تنطلق منها تنطلق، هذه كتسمى المنطلقات، كتسمى الأصول، كتسمى المبتدأ، كتسمى المبادئ، كتسميوها انتم في الأوراق نتاع السياسيين والحركات كتسميوها بزاف، كتقولها المبادئ، كتقولوا لها المرجعية، كتقولوا لها المنطلقات، كتقولوا لها كيف تسميوها؟ ايديولوجيا. ايديولوجيا كيقولها؟ بزاف عندكم. لذلك منطلقاتك هي هذه. ماشي شايت مرجعية القوانين الدولية. مرجعية القوانين الدولية هي مرجعية ديال مديال البشر. أنت لا تنطلق من فكر البشر وتشريع البشر، لأن البشر قاصر ولا يمكن للبشر المخلوق أن يشرع للبشر المخلوق. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذي خلق هو الذي له الخلق والأمر. هذه الثانية. إذن هالغاية الله ورسوله الجنة. البداية من الله، أنت من الله مرجعية وإلى الله قصدا. واسمه بقى من الله لله، واسمه واسمه خصك الطريق، والطريق هذا واسمه هو الإسلام. الإسلام فاش فاش في عقائده، زيد عباداته، زيد أخلاقه، زيد معاملاته، زيد شرائعه، وهكذا. هذه إن شاء الله المحاضرة الأولى، نفتتح بها المحاضرات القادمة في هذه السلسلة في الجامعات المغربية. سنتحدث بعد ذلك بشيء من التفصيل عن كل هذه الأمور، وصلى الله على حبيبنا محمد
والله تعالى أعلى وأعلم.